زي ما كنا بنتكلم امبارح مع حضراتكم ان العالم كله بيتكلم اليومين دول كوره. الكوره عامل مشترك وقاسم مشترك ما بين الشعوب، رغم ان ممكن فريقين او منتخبين، واحد من شرق اسيا والتاني من قلب افريقيا، الاثنين كل واحد بيتكلم لغه، ولكن في تفاهم. الحكم من قاره ثالثه من امريكا اللاتينيه، ولكن كره القدم هي لغه، ولغة كرة القدم الحقيقة بتطغى على أمور كتير جدا. امبارح طبعا شفنا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر وحضوره لحفل الافتتاح الخاص بكأس العالم بدعوة من الأمير تميم أمير قطر، وشفنا حفاوة الاستقبال والمشاركة الرئاسية المصرية في هذا الاحتفال الرياضي العالمي الكبير. الرئيس السيسي قبل مغادرته لمقر إقامته في الدوحة أجرى اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. الرئيس تقدم بالتهنئة لقطر قيادة وشعب على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية. الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال. كمان الرئيس أكد على عمق العلاقات التاريخية اللي بتجمع ما بين القاهرة والدوحة. أمير قطر أيضا في هذا الاتصال عبر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس السيسي لحفل افتتاح كأس العالم وزيارته لقطر. كمان الأمير تميم أعرب عن يعني قدرة التقدير للضيافة وأيضا لمتانة العلاقات وترسخ قوة العلاقات الثنائية اللي بتجمع ما بين الدولتين، وكمان يعني مع التطور الإيجابي اللي بتشهده العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الماضية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية عقب مشاركة السيد الرئيس في فعاليات حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر، عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن.